السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله مع موقع جديد اسمه أريد ARID.MY. الموقع ده متخصص في البحث العلمي، بيجمع الناس المهتمية بالبحث العلمي باللغة العربية عشان يحرك حركة البحث العلمي. بتقدر تعمل حساب مجاني، ولما تعمل حساب مجاني بتلاقي تعريف بمجتمع الباحثين، تقدر تتعرف عليهم، تقدر ترفع الملفات بتاعتك، بحيث بدل ما ليك مقالات في أكتر من مكان يكونوا مجمعين في مكان واحد، تقدر بليك موقع إلكتروني يبقى ليك رصيد من النقاط التقديرية. في خدمات تتعرف على الباحثين، كل اللي أنت تعمله إن أنت تبدأ تعمل حساب، تكتب اسمك والبريد وكلمة السر والدولة اللي أنت فيها. لو ليك حساب هتضغط تقول له أنا عندي حساب دخول. هتبدأ بقى تحدد النبذة المختصرة عنك، المشاريع البحثية اللي انت عملتها، تقول له تحرير تبدأ ترفعها، النشر لو انت نشرت حاجة، التدريس، ألبوم الصور، اتصل بحيث لو حد عايز يتواصل معاك، السيرة الذاتية. تمام، فهو بيوفر لك التواصل مع الناس، وتقدر تحط الموقع بتاعتك الموجودة، ويبقى ليك صفحة اهي، دي الصفحة ديت بتدوس عليها بيبدأ يحط لك نبذة مختصرة عنك، وبحيث إن أي حد يقدر تديله الرابط دوت يقدر يدخل ويقدر يطلع على الأبحاث بتاعتك. يعني ممكن تكون أنت مقدم في جامعة فبتقدم له، بدل ما تبعت له حاجات كتيرة، لأ هي بتبعت له الرابط دوت ويقدر من خلاله يتعرف على الأبحاث اللي أنت عملتها والأماكن اللي أنت درست فيها. هتلاقي الرابط أسفل الفيديو.